مثيلا لها ولها بهذا الصمت المطبق حولها، لنقول فلسطين قضية تعب التطويع، تعب التطبيع، يؤلف شعبها دروسا عبر التاريخ وصورا من الصمود البطولي. تحية لشعب فلسطين، وعاشت فلسطين حرة عبية عاصمتها القدس. فلسطين أمانة والتطبيع خيانة، فلسطين أمانة والتطبيع خيانة، ومن وجدة تحية فلسطين الأبية، من وجدة تحية وفلسطين الأبية، ومن وجدة تحية. نقف أيضا اليوم لنعلن بصوت عالي عن مطلبنا اتحاد مغربي للشغل بإرجاع كافة الوقوفين إلى عملهم، ومن بينهم جمال حمادة كاتب محلي اتحاد مغربي للشغل. في البداية كان هنا الطبقة العاملة بالمنطقة الشرقية وعلى سعود الوطني. هذا اليوم كيحتفل اتحاد مغربي للشغل نقابة وجدة بعيد العمالي احتجاجا على ما آلت الأوضاع من ضرب الحريات النقابية والتعسفات والكرامة والحقوق الاجتماعية. كذلك كنحتفلوا وكنعيشوا فرحة، ولكن ماشي فرحة دائمة، ولكن فرحة بالنسبة للتوقيع على الاتفاقية مع الحكومة، الاتفاق مع الحكومة من بعد واحد الحوار مرير وطويل. الاتفاق جاء بزيادة في الأجور، لا بالنسبة للقطاع العام ولا بالنسبة للقطاع العام، ولكن الخوف هنا وهو واش غادي ياخذ داكشي نتاعو السنة المقبلة أو لا، ومن سيحمي هذه الحقوق. لأنه الآن في هذا الوقت اللي كانت زيادة بالنسبة العام اللي داز بالنسبة للسميك، الآن بعض الشركات مازال ما طبقتش هذيك الزيادة، فمن يحمي هذه الاتفاقية؟ هنا كنقولوا بلي أنه نحملوا الدوائر المسؤولة، لا من السلطات ولا مفتشية الشغل. مفتشية الشغل ما عندهاش الآليات باش كتشتغل، من اللي كتحصل كتصيفطنا للمحاكم، وهذا ماشي حل. الحل وهو خصنا آليات اللي تحمي هاد الاتفاقيات، الآليات اللي تحمي المكتسبات والحقوق تاع الطبقة العاملة وخصوصا بالقطاع الخاص. فالاتحاد المغربي للشغل كيندد هاد الصمت الرهيب هنا بمدينة بالمنطقة الشرقية، صمت السلطات، ولو انها كندخلوا في حوارات ولكن التنفيذ ما كاينش. فبالنسبه لمدينه وجده والملف اللي يؤرق الساكنه ولا العمال ولا الاتحاد المغربي للشغل، وهو ملف النقل الحضاري بمدينه وجده اللي كيشهد واحد الخروقات، ضرب التعسفي، ضرب الحريات النقابيه في الوقت اللي كانوا العواشر ورمضان والعيد، العمال ما تخلصوش على شهرين. فاش مشاركة هذه؟ اش مقطاع؟ نحملوا الجماعات المحلية والسلطات المحلية، ونحملوا الداخلية اللي كرست لأنه هذا السيد استفد من التقليص، من الاستثمار، تقليص من 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 من, من الأسطول. وش بدي هضر؟ حنا كنعرفوا كاين شعار واحد في المغرب وهو الله الوطن الملك، ما كاينش شي واحد اخر تماك زايد اللي غادي يقول لك ما قديناهوش ولا قدينالو ولا ما عرفت شكون هو هذاك السيد ولا شكون هي هذيك الشركه. فتحيه نضاليه للاخوان تاعنا داخل الحوار عقيم. فاللجنه الصلح وفض النزاعات اشتغلت مدة 3 سنوات ولم نفضي لأي شيء. فاللجنة الإقليمية مازال ما اجتمعتش، وإحنا في المراسلات هذه عام ونص ولا عامين. فنحمل، علاش قلت أنا كنحملوا السلطات بالنسبة لهذا الملف. كذلك هناك ملف تاع المناولة، شركة المناولة لا تطبق القانون، لا تطبق، فمن يحمي هذه القوانين؟ هذا هو التساؤل الكبير. وكذلك النقل بالنسبة لسيارة الأجرة، لا الكبيرة ولا الصغيرة، لكي يعيشوا واحد الأزمة كبيرة. شكون اللي غادي يتحمل معنا هذه المسؤولية ويحل معنا هذه الملفات؟ فتحية نضالية للطبقة العاملة بمدينة وجدة، وكنحييهم هذا النهار.
وكنحيي الاخوان المناضلين نتاعنا اللي باقيين صامدين واخا الهجوم الشرس للحريات بحال اللي قلت النقابيه وضرب المكتسبات وتحيه نضاليه وشكرا. لا يمكن لنا الا ان نتخذ خيار مقاومه كل اشكال الاصلاحات المقياسيه التي تستهدف حقنا وحقكم في التقاعد. لا يمكن المقاومه الا بشعار ثلاثي هو وحده الصف. وبالمناسبه المهم قلت لي وحده الصف، وهنا نستحضر دفاع المنتمى على الوحده النقابيه في اطار الاتحاد المغربي للشغل، ونستحضر تضحيات الطلاب الذين ظلوا يدينون بياناتهم بان نقابه الاتحاد الوطني لطلبه المغرب ممثلا شرعيا ووحيدا للطلاب. ونتازع اليوم، اليس من حقنا ان تكون لنا نقابه ممثلا وحيدا؟